السلام عليكم، مرحبا فيكم في لعبة كاب هيد. هذا طبعا بيكون فيديو قصير، بنلعب ثلاث مراحل الأشباح الموجودة في اللعبة. إذا ما أنت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو، لا تنسى تفعيل جرس التنبيهات، ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. أنا صراحة تمنيت يكون في مراحل أكثر من هالنوع من شو اسمه، او اكثر اكثر من مرحله في هذا ثلاث، بس اتمنى تكون في واحده في الدي ال سي لانه مره ممتعين. طبعا يزيد صعوبه بعدين. با با با. بوم ترررر ت ت ت ت ت ت ت فيكتوري نايس تن تن تن. gosh I don't know how to thank you boys for saving me. yes. طبعا هذه المراحل تعطيك سوبر، انا اتمنى بعد اصلا ما في الا ثلاثه سوبر في اللعبه كامله، حسهم مره قليلين. اوكي الحين يلا نروح للموزليوم الثاني الموجود في الجزيرة الثانية. طبعا هذا اكيد بيكون اصعب شوي. tonight. الداش لا تستخدمه بدون فايدة، لا عشان لا تحتاجه بعدين يكون مو متوفر. او اكره هذولا. دولة صعبين شوي اللي يدوروا. اوكي، اقدر احتاج الى كانوا جنبي. سويت لهم باري، لو ما كانوا نستناهم يكونوا اقرب. نو. اوكي نايس، طلع سهل بان. الثالث اتوقع الصعب اللي بيكون. زي ما قلت لكم بيكون الفيديو قصير لان شي صغير في القناه. مو سيء ان الفيديو يكون قصير، بعض الاحيان الفيديو القصير افضل من الفيديو الطويل بعض الاحيان. اوكي جا وقت الموزليوم الثالث والاخير. والاصعب طبعا. tonight. وال 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 اوكي. ما اعطوني مجال اتنفس على طول. يا ريت السوبر حق عدل. ما الصراحة السوبر الوحيد الكويس هو الاول. بس. نايس. 1 2 3 na 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 nice victory. طلع ايزي، تعودنا على الباري. اوكي بسوي فيديو زياده اللي هو بلعب كل مراحل الرن اند جان في اللعبه، واحتمال اني انزل حملت مود اسمه الماستر كويست، صعوبه زياده في اللعبه. بس للاسف المود متوفر بس في اللعبه شو اسمها الرئيسيه، ومتوفر في الدي ال سي بس، فبشوف وش اسوي. عموما اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وبشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه.